أولا باسمي ونيابة عن فريق الجالية الجنوبية في تبوك أهدي لكم هذا الفوز الذي حققوه أبطال منتخب الجالية الجنوبية في منطقة تبوك. ثانيا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى غائب ركبان كتيبة الجالية الجنوبية منتخب الجالية الجنوبية الذي مهما تكلمنا ومهما قلنا ومهما كتبنا ومهما أخي جاء أبو خالد السعدي على ما بذل من جهود حتى وصلنا إلى ما وصلنا من نجاح لمنتخب الجالية الجنوبية. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل صغور منتخب الجالية الجنوبية والذي من ضمنهم متواجدين كابتن المنتخب جميل المشطب بسام برعان نادر القربي وحارس عرين منتخب الجالية الجنوبية تميم التميمي وقلب الدفاع منتخب الجالية الجنوبية أحمد علي ومهاجم المنتخب الجالية الجنوبية كريستيانو الجالية الجنوبية رامي اسكندر وكما أحيي مهاجم وبدر الحربي ولاف حمار الكابتن حميد الوافعي وكل تبعات منتخب الجالية الجنوبية الذي بفضلهم رفعوا رؤوسنا وبفضلهم اجتمعنا في هذا المكان وبفضلهم أتت الوفود إلينا من كل أنحاء المملكة ومن خارج المملكة فأحيي هؤلاء الشباب الذين لهم الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى إلى ما يصلنا إليه. قبل التكريم نبدا بكلمه قصيره الى نائب ربان منتخب الجاليه الجنوبيه ابو خالد. شكرا للحاضرين، شكرا للاعبين، شكرا للضيوف الكرام. طبعا ما تكثر الكلام عشان الشباب مسافرين حسين والضيوف الكرام. احييكم وللشرف كبير تواجدي بينكم وأحيي اللاعبين الأبطال الذين صراحة رفعوا رؤوسنا داخل الملعب بخاري الملعب صراحة خلوهم بأخلاق عالية جدا، نقلوا صورة أخلاقية وثقافية للجالية الجنوبية. الشكر كلهم باسمهم دون ما ذكر أسماء كل أعضاء وداريين وفريق الأمل العربي، أشكرهم كل الشكر وأشكر كل الحاضرين الجمهور الإداريين الإعلاميين الداعمين كلا اسمه دون ما ذكر أسماء. وشكرا لكم ونبدا حفل التكريم الاول بيكون للكابتن جاعم السعدي من رئيس الجاليه الجنوبيه في تبوك قبل فلاحي. التكريم الثاني للأخ من التوجه الرياضية فتحي اسكندر من رئيس الجالية الجنوبية في تبوك تبوك من أحد. الجوائز الثانية مقدمة من رئيس الجالية الجنوبية في المملكة والخليج الشيخ عباس بن عيد الشعري والذي سيتولى التكريم الشيخ حسين محمد بن هرارة عضو المجلس الأعلى ورئيس المنطقة الشمالية. طبعا للتوضيح الجوائز اليوم هي من الأخ عباس بن عيد. بالنسبة لنا جوائزنا وحفلنا الموسع بيكون يوم الخميس القادم في جوائز للاعبين في جوائز للداعمين وفي سهرة وفي فنان وتعرفنا مع كم فنان يوصل الختام اللي بيكون الخميس القادم.
سالم علي اللي ترى موجود أي واحد بالنيابة عنه يغلق. خالد الشهري الكابتن بدر الحارثي طبعا بعد التكريم تكون معنا سهرة على قيامك طارق العمري الحاضر الغائب الحاضر الغائب كابتن منتخب الجالية الجنوبية الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء الكابتن جميل المشكك
تستعلم يا شباب تستعلم. بسام عبد الله الخالدي. كان انا في حد اتصل على النص خلاص يا اسلام انت بتروح بكره محمود سيف مقدم خلاص محمود تعال على محمود خلاص ابعم السلام خلاص محمود اهلي ولا راجعي خلاص طيب انا ان شاء الله الصباح وعلى طول الموضوع عملنا لك حاجه سلك يا الله عبد الأخلاق العالية إبراهيم أبو فرجة تكريم خاص لصاحب الحنجرة الذهبية المعلم عبد الكريم المصعبي كلام الصورة يسر الجالية الجنوبية المملكة والخليج التهدي العاش الدلال أحمد قاسم رئيس رابطة مشجع فريق الجنوب العربي هذا الدرع التذكاري هذا الهدية الرئيس مجلس الأعلى للجالية الجنوبية الشيخ عباس سليم الشاعري سلام
رئيس المجلس الأعلى للرابطة الجنوبية في المملكة والخليج أكرم الردفاني، فليتفضل الأخ نادر الاستلام هذا الجهد. طبعا الاخ ابو خالد سيكون تكريم خاص للداعمين وللفريق الجاليه الجنوبيه يوم الخميس ان شاء الله وفي هذه القاعه. ولكن الان نبدا الحفل كلمه مع رئيس الجاليه الجنوبيه في المنطقه الشماليه الشيخ حسين مستر الهرهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا وتقديرا وعرفانا لطاقم الجالية الجنوبية في مدينة تبوك، من اللاعب إلى رئيس الجالية كلا باسمه وصفته، شكرا جزيلا. رفعت رؤوس الجالية في المملكة كامل، عكست صورة طيبة، صورة حضارية باسم الجنوب العربي، مثلتم الجنوب خير تمثيل، كنتم سفراء وليس فرق رياضية، كنتم سفراء للجنوب. أستغل هذه الفرصة وأتوجه إليكم مزيد من الروح الرياضية، مزيد من الأخلاق، مزيد من الوعي، مزيد من النجاح. لا ننسى الهدف الحقيقي، الرياضة هي وسيلة نستخدمها حتى استعادة وطننا. الرياضة، الثقافة، الاجتماعات، المهرجانات، لكن أريد أن الجنوب يكون في قلوبكم حبكم لوطنكم، استعادة دولتنا وإعلاء دولتنا، هذا هو المطلوب، ليس الرياضة فقط. شكرا لكم جزيلا، لا عميد ولا إدارية ولا إشكالية ولا عميد، وشكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتصبحون على خير. فلازم الشاعر يكون حاضر مع شاعر الطيرة الجنوبية الشاعر علي سالم الجحرمي. استغل الفرصة وأعلن عليكم هذا القصير. أحسن السلام للقوافي في مراسيم الجزالة، واحتفاليات العصرية بالشموخ الاعتيادي. كلما أنت موثق بالحرائق والدلالة من مضامين القناعة في ضميري واعتقادي. انشد الحان التحدي بالهويه والاصاله، القلم اصبح سلاحي والذخيره من مدادي. خلفت متراسل محاجي اجمع حروف الرساله، وارسل بياتي قنابل كل ما نادي المنادي.
سيدي سجل مغرور احمق او صفوه في اي حاله سجل غير لا يقصده اكبر عنادي لا يربي لا تراجع او تحمل للفساد لو دمي لو دمي يسكت بوادي والجسد يغبر بوادي ما ندالي ما ندالي ما ندالي بالحثاله في الفنون الاحمريه تربيه عبد الحمادي أغسلوا باب البقالة كل من يهتر بهذه قال حطوني قيادي الجنوب الحر الجنوب الحر غالي لن تعيدون احتلالة من معاشرق الحكومة ما عرفنا وين هادي لو تكلمنا صراحة وانعطوني بالعمالة أصبح المشهد ضبابي سابه اللون الرمادي أصبح المشهد ضبابي سابه اللون الرمادي في أملنا شعب صامد شعب تم الآن تسليم كأس البطولة للكابتن جميل عبد الله المشرفة والكابتن فريق عبد الله رئيس الجهة الجنوبية تبوك تسليم الكأس للكابتن جميل عبد الله المشرفة كأس البطولة العربية المقامة في تبوك شوقي شوقي مبروك ابو اسامة يا شوقي خمسة
كده شوي هنا واحد أبو أسامة يا الله رك كل العدسة لا ما هو كلام ده ما هو كلام صور صور يا واحد صور بالله يا ولدي 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 ما يصلح هذا الكلام بس مع المص لا 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 ما تكلم على يا شباب تبوك في امان الله امم على صالح على صالح الله استنى يا هذا